وللتعليق حول الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الأستاذ صالح فاضل المحلل السياسي. مرحبا بك. بداية، أنباء عن إرسال تركيا لتعزيزات عسكرية على الحدود السورية في إطار الحديث عن عملية في شرق الفرات، برأيك ما الذي دفع تركيا إلى التسريع بهذه العملية؟ حقيقة هي أنا رأيي أنها تأخرت كثيرا تركيا في هذه العملية، لأنها لو تدخلت بشكل مبكر لكان الأمر أسهل بكثير وأقل كلفة. لا نترك قوات قسد الإرهابية تكبر وتنمو ثم نتدخل، لكن يبدو أن الآن قد وصلوا إلى تفاهمات دولية للدخول إلى الجزء قسد المحتل من سوريا لتدحرهم القوات التركية بالتعاون طبعا مع قوات الثوار السوريون. من المعروف بأن قوات أمريكية مرابطة في شرق الفرات، كيف ستتعامل القوات التركية مع تلك القوات؟ هل ترى بأن هناك اتفاق ما بين تركيا وأمريكا تم على أساسه إرسال هذه التعزيزات التركية؟ لا شك، يعني تركيا ليست بصدد الصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا في نفس الوقت لا يمكن أن تصطدم مع تركيا لصالح عصابات إرهابية. بالأخير الموازنة العقلية والموازنة المصلحية التي توازنها أمريكا لا يمكن أن تضحي بتركيا ذات الثقل الدولي مقابل ميليشيات وعصابات إرهابية. معروف أن أمريكا تستخدم عملائها استخداما مؤقتا، وما إن تقتضي المصلحة الأمريكية إنهائهم تنهيهم بكل أسف. يعني قوات سوريا الديمقراطية، وأقول الصغار من قوات قسد الديمقراطية، سيذهبون ضحية هؤلاء المجرمين القادة في قوات قسد الذين يضحون بالكرد والعربي وغيرهم من المنضمين لقوات قسد الديمقراطية لقاء المصالح الأجنبية في المنطقة. لذلك لا يمكن لتركيا أن تصطدم بالولايات المتحدة الأمريكية، وما يتم لا يمكن أن يتم إلا عبر تفاهمات دولية، وإن شاء الله قريبا ستجد القوات الثورة السورية في منطقة شرق الفرات جنبا إلى جنب مع القوات التركية. أستاذ، بنصف دقيقة، هل ترى بأن واشنطن قد تخلت عن ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية؟ نعم، ستتخلى الآن جزئيا، ثم في قابل الأيام ستتخلى عنها بالكلية. نعم، شكرا أستاذ صالح فاضل المحلل السياسي السوري، كان معنا من إسطنبول.